الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. اللهم إنا نسألك بأن تصلي على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اهدنا فيمن هديت، اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا اللهم واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت، إنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يعز من عاديت ولا يذل من واليت، تباركت ربنا وتعاليت. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل اللهم مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا إلى النار مصيرنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا. اللهم يا مقلب القلوب، ثبت قلوبنا على دينك. اللهم يا مقلب القلوب، ثبت قلوبنا على طاعتك. اللهم يا مصرف القلوب، صرف قلوبنا على دينك. اللهم يا مصرف القلوب، صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، نسألك التقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك التقى والعفاف والغنى. اللهم أرنا المسجد الأقصى محررا، وارزقنا فيه صلاة قبل الممات. اللهم أرنا المسجد الأقصى محررا، واكتب لنا فيه صلاة قبل الممات يا رب العالمين. اللهم
وأمهاتنا وأخواتنا وأقاربنا ومن له حق علينا وأصدقائنا ومعارفنا وجميع المسلمين من النار. اللهم بلغنا رمضان أزمنة مديدة عديدة مع الصحة والعافية. اللهم بلغنا رمضان أزمنة مديدة عديدة مع الصحة والعافية. اللهم تقبل منا الصيام والقيام. اللهم أعنا على الصيام والقيام. اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين واشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم ارحم أحبة لنا تحت التراب. اللهم ارحم أحبة لنا تحت التراب. اللهم اغسلهم بالثلج والماء والبرد ونقهم من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم اجعل قبورهم روضة من رياض الجنة لا حفرة من حفر النيران يا رب العالمين. اللهم يا حي يا قيوم يا حنان يا منان يا بديع السماوات والأرض يا من تقول لشيء كن فيكون. اللهم يسر لجميع من استوصونا بالدعاء أمورهم أنت أعلم بها يقضي حوائجهم كلها يعطيهم ما يريدون وفوق فوق ما يريدون يعطيهم ما يتمنون وفوق فوق ما يتمنون يا رب العالمين. اللهم حرم هذه الوجوه على النار. اللهم حرم هذه الوجوه على النار. اللهم ارحم ضعفنا وقلة حيلتنا. اللهم ارحم ضعفنا وقلة حيلتنا. اللهم صل على محمد وآله وصحبه أجمعين. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. Thank you.